أي بنسبة 19% من عدد المناصب المعروضة. هي التقنية الأكيد ومصنع المعدن وصافي الكو عين جاسف وأي مؤسسة تفتح فرع جديد خاص بالنسيج. نحن بصدد الانتقال من مرحلة رقمنة المصالح الداخلية إلى مرحلة اعتماد الرقمنة الخدماتية الموجهة لطالبي التكوين ومنتسبي وشركاء القطاع من خلال تطوير برمجيات رقمية مناسبة لكل خدمة على حدة. منصة مسار مهنتي الخاصة بالتسيير البيداغوجي للمؤسسات التكوينية، وهي موجهة خصيصاً للمكلفين بتسيير الشأن البيداغوجي من حيث المحتوى، إضافة إلى التسيير الداخلي للمؤسسات والتي هي متاحة أيضاً عبر تطبيق موبايل مهنتي للتسجيل عبر الأنترنت، بالإضافة إلى منصة متكون التي هي بمثابة فضاء خاص بالمتكونين.